ايش بو معروفة الناس تحب تشوفه جابوه الاستوديو باش يبيعوا عليه والله ما تفيقوا لهم ما ميجيبوا جنية عمر هو السوسة ماشي يتبع فيه هما في زوج ديابة ايه ولعبين هنية واحد يجيبك هنا والاخر يديك لهيه ايه وديروا لكم سحورة والله ما تفيقوا بيها كاميرا مخدومة كاميرا كاشي ايه ايه وشبه معروفة الناس تحب تشوفه جابوه الاستوديو باش يبيعوا عليه والله ما تفيقوا لهم ما ميجيبوا جنية عمر هو السوسة ماشي يتبع فيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأفضل إنما كنت محييكم عبر قناة الحياتين الجزائرية وفي برنامج أهدر. أسعد باستضافة الزميلة نجية صمت اللي دائما ترافقني في التنشيط. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك عمار ومرحبا بكامل مشاهدينا الكرام. البرنامج اللي تعودتوا عليه يطلع عليكم كل أسبوع. اليوم راهو في ضيافتنا كما قلت الزميل والإعلامي حميد العياشي. مرحبا بك معنا. أهلا بك. مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ وشرفت برنامج ضيفنا لنهار اليوم هو الزميل والإعلامي حميد العياشي. مرحبا بك. عمر هو السوسة ماشي يتبع فيه. كي جابوا التفريقة أولا الإعلام جاء بفضل تضحية الصحفيين. حرية الإعلام جات ما كانش حرية إعلام. لا أفهمني مليح. هي ماشي الحرية يعني كنتكلم احنا على التمييز كان حزب واحد وكانوا حتى في هذاك الفترة الناس اللي ضربت ودخلت للسجن وفرضت إعلام نقدي وحقيقي. نقاطعك في نقطة هي خالدة تومي لما كانت وزيرة الإعلام في التسعينات كانت عندها مسودة أنها قانون الإعلام 90 هكذا باش لفتح القنوات الخاصة. لا 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 راك خارج الموضوع. خالدة تومي اللي كانت هذا في التسعين يعني شكون جاب لائحة 1990 لما يخص قانون الإعلام؟ هادو صحفيين جزائري اقترحوا. اسمعني سلام او لا عندك اشياء خص تكون يعني كي ندخلوا في نقاش خص تحضر الحصة نتاعك تحضر الحصة نتاعك يعني حدو دي يعني كان تلفزيون واحد قناة واحدة يتيمة كما يقولونها كان نظام الحزب الواحد. أنا نحكي لك هذاك الوقت ليس فقط على التلفزيون وأنا نحكي لك حتى على الصحف كانت هناك أحزاب واحدة ولكن كانت صحف صفراء يعني كانت تنشر كلام لا محل له من الإعراب. ماذا تعني بصحف صفراء؟ يعني كلام شعبي هكذا لا يسمن ولا يغني من جوع. لا أعمل إذا تقرأ ولا ترجع يعني محضر تريتربي أنا لا 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 اسمح لي. أولا علاش يدق لك هكذاك؟ أنا هذاك الوقت نحكي لك جزائر الأحداث هذه جريدة رائدة جدا ولكن الجريدة هذه كانت على جال دراهم برك يعني مدخول. كيفاش مدخول؟ يعني باش يحوسوا على الدراهم يعني الشعب ما مش قاع سامعين به. لا 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 شوف هذا دروك اسمع دروك نفهمك باش تفهم. اول جريده تخاف ما تكونش هكذاك مشي متحضر يعني مشي محضر نفسك نحكي على الجزائر. خلينا نروحوا لا 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 معليش لا 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 شوف كي تبدي الحصه ونتحاوروا لا ليك يعني الان كي نقولوا احنا الزملاء استاذ نروحوا هذا الفاصل نروحوا هذا الفيتيار وبعدين لا لا معليش انا ناقصوا لا 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 يدخل حب سابلي ويروح للفيتيار. لا روحوا للفيتيار بعدين نعاودوا لا لا شوف كي تتكلم كي تتكلم ها يليق تحضر الموضوع نتاعك. انا محضر تقرب يا استاذ جزائر الحداد تقول لي جريده صفراء ما تخليش الناس تضحك عليك. جزائر الحداد جرائد صفراء فقط. لا اسمح لي اسمح لي هذا ماشي نقاش تاع الجهل هذا ماشي نقاش تاع الجهل هذا. لا لا نقول لك لا لا جزائر الحداد تعرف شكون المدير نتاعها؟ شكون المدير نتاعها؟ لا دوك نسالك انا سؤال شكون؟ كي تحضر تعرف الصحافي اللي كانوا فيها شكون؟ شكون؟ انا اللي نطرح الاسئله ماشي انت اللي تطرح. لا 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 انا نطرح الاسئله لانك انت باني اسئلتك على مثلا عدم الاطلاع وهذا جيد جدا. هذا لا 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 اسمعني خلينا نروحوا في تيار نعاودوا لا معليش خلينا نروحوا في تيار لكن كنت ناقشوا كنت ناقشوا وبغيت انت الصراحه هاي نتكلم الصراحه لكن من الان صح خلينا نتكلموا عليك انت مادام انه خلينا نحطها في 2001 ولا في 2002 كان عندك جريدتين كانت عندك جزائر نيوز وايضا لا ماشي جريده ماشي في 2001 ها ماذا تعلم تحط اسئله تاعك في 2002 حبست تلغات هذه الجريده ماشي في 2002 صح شكون اللي ساعدك باش انك درت هذه الجريده لو كان ما كانتش بدراهم علاقتك بالجريده لا 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 دقيقه اسئلتك علاقتك بالكولونيل فوزي هو اللي كانت خلاك انك باش تنشئ هذه الجريده لا خارج الموضوع تماما خارج الموضوع تماما. حميده ما راه فاهم والو وعند بالو عمر ما راهوش محضر وراه غير يخلط. العياشي عنده اكثر من 40 سنه في الاعلام هذه الحاجه الاولى. حميد العياشي اللي اسس بصح يقول لك 40 ماذا قبل خليك كمل لك سنه ما تكونش طفل صغير خليك تكلم تكون جايع خليك تكلم تفضل. حميد العياشي اسس جريده الحدث جريده الحدث التي منعت مرتين
حميدة عياشي أسس جريدة الجزائر نيوز خرج فيها أهم الصحفيين الجزائريين. لا هذو ما قبلوهمش، كاين صحفيين راحوا القنوات التلفزيونية مثلا قالوا أنت كنت تخدم قبل، قال لهم لا أعطيني شكون. أعطيني على سبيل المثال توفيق، هذا اللي كنت نتكلم لك عليه. سيساني سيساني الحقيقة قال لك لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، قالوا وين تكونت في دار رئيس التحرير في قناة خاصة من القنوات التلفزيونية. لا شوف سيساني أرقى منك مهنيا. لا أنا ماهوش لا 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 حبس بدون تدريب. سيساني كان رئيس التحرير نتاعك في جريدة زانيوس. نعم ولكن بعد النحو ما عرفتش. لا 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 مشي لا لا مشي مشي لا خو النحو طلع. لا 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 خلينا نتكلموا نكونوا موضوعيين الان. ما راكش موضوعي انت اللي تحضر حصه تاعك. علاقتك مع الكورونا الفوزي خرجوا الفيتير عمر ونعاودوا نتلاقاو بعد هذا فيتير. واش كيفاش كانت علاقتك مع عرفت شكون هو الكورونا الفوزي؟ الكورونا الفوزي نعم الكورونا الفوزي ضابط في المخابرات الجزائريه. نعم كنت في علاقه مع انت كانت في علاقه بين اعلامي. انا اعلامي عرفت انا اعلامي عرفت كل الشخصيات السياسيه والاعلاميه والعسكريه. معمر هو السوسة ماشية تتبع فيه. انت 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 حبس حبس صح. شحال كان عندك صفحة تاع الببليسيتي في الجريدة تاعك؟ أنا كانت أكثر من 6 صفحات. لا لماذا؟ ما لا هو لا هذا؟ جيبها جيبها انت. شحال كانت عندك من صفحة؟ أنا كانت عندي من بيجو، كانت عندي من جيجي، وكانت عندي من أوريدو. شحال 5 صفحات كانت عندك؟ لا 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 من أوريدو ومن جيجي خاص، لأن هذا يسمو حميد عياشي دار أهم جريدة بالعربية وبالفرنسوية. هذه الحاجة ولكن راحت اثنين. لماذا لم تستمر؟ لماذا لم تستمر؟ لماذا لم تستمر؟ لأن حميد عياشي نزل إلى الشارع وكان ضد العهدة الرابعة التي صفقت ليها فيها الجريدة اللي كنت القناة اللي كنت أنت تخدم فيها. وحميد عياشي كان الوحيد المدير الذي قال أن العهدة الرابعة. هناك مصادر، هناك مصادر مثلا دزاير بريس داروا أرتيكل غير كما كنت قريته. طلعت على دزاير بريس الموقع هذا دزاير بريس. دزاير بريس دزاير بريس كتبوا عليك قالوا باللي في التسعينات في صحيفة الحدث كنت درت أرتيكل ديجا وعيطوا لك الديارس وهربت. شكون؟ في لماذا علاش الهربة تاعك انت رحت؟ لا يقولوا بعث راشد الجريدة. خلي معليش نكمل له. جريدة الحدث نعم كانت جريدة التي انتقدت الجماعات الإسلامية وانتقدت الجنرالات في هذيك الفترة. لا لما عيق لا ما رحتش ليه انت. ايش رحت ليه؟ انا خدام عنده. باعتبارك انك انت تقول انك مع الشعب وانك راك تجيب انت معلومات خاطئة. ماش في الشارع باش يجي يلغالك يقول لك انت هربت وهربت هذه الدولة سايبة تجي هارب وغادالك. انا علاش بعث له رشيد نايلي؟ علاش بعث له رشيد نايلي؟ نعم شكون رشيد نايلي؟ رشيد نايلي احد شكون رشيد نايلي؟ لا روح قول لي انت شكون الاصدقاء ديالو. انا حسبت زاير بريس وشنو. لا 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 قول لي حقق معلوماتك. لا تفضل باش نعطيك. لا 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 حقق. لا تعلم شوف باش نعطيك تقنيه كي تبغي تستفز ابني على لا ماشي تستفز فيك انا استاذ. لا عادي 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 راني نجاوبك. انا نبغي الصحفي يكون عنده مستوى كي يحضر الاسئله نتاعو. عندي مستوى الحمد لله. لا لا اسمح لي عندي سنه ثانيه دكتوره. لا 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 شوف هذا كارثه اذا كنت عندك دكتور. عندي دكتوره انا عندي لا لا اسمح لي دكتوره مازالني نقرا الحمد لله. معليش 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 اسمح لي نهضر صح. واش عندك مستوى الان 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 حميد عياشي عنده 8 كتب اكتب طيب. اهم كتب نتاع الحركه الاسلاميه وخبير خبير على مستوى عالمي. ولكن شكون يقرا لك استاذ؟ هل فيه قراء؟ هل فيه نسبه قراء لهذه الكتب ولا تحطها في الارشيف؟ لا انت قريته ولا ما قريتوش؟ لا ما قريتوش صراحه. انا يا استاذ تقرا دكتوره؟ شوف شوف استاذ لا 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 اعطيني واش قريت. لا حبس اعطيني انت يا واش قريت. لا 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 حبس لي حسن سعد الله نقرا. اعطيني نقرا ابو القاسم سعد الله. واش قريت لابو القاسم سعد الله؟ قريت له لا لا معليش المعاصر قريت له. لا لا حبس لي حبس لا لا حبس لي حبس نقعد معاك انا سعد الله. واش قريت له؟ قريت له تاريخ الجزائر المعاصر. واش هو واش هو ما كتبش هو تاريخ الجزائر المعاصر؟ كتب الجزائر كتب تاريخ الجزائر المعاصر ابو القاسم سعد الله. لا لا ما كتبش تاريخ الجزائر المعاصر. وهو صاحب مقوله انه ما نقدرش نعرفوا الحقيقه تاع الثوره الجزائريه حتى يموتوا هذا غادي يكون الوقت. لا بالعقل لا 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 دوك بغيت تدخل اروح. واش كتب واش كتب سعد الله؟ قال بلي هذه المجاهد لا 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 اعطيني الكتب اللي قريتها سعد الله. واش هي؟ قلت تاريخ الجزائر المعاصر. ما كانش ما كتبش تاريخ الجزائر المعاصر. كتب لا كتب تاريخ الحركه الوطنيه الجزائريه مش تاريخ الجزائر المعاصر. كتب تاريخ الجزائر المعاصر. لا ما كتبش في اي في اي دار نشر خرج تاريخ الجزائر المعاصر؟ نعم في اي دار؟ دار عقبه. ها دار عقبه. لا ما كانش تاريخ الجزائر. هو خرج تاريخ الحركه الوطنيه الجزائريه في 3 اجزاء. معمر هو السوسه ماشي تتبع فيه. لا هاد رصيدك انت. لا كيف تقول لي زيد 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 رصيدك انت زيد. واش واش قريت لي؟ خلينا خرجني على الموضوع. لا 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 خطر مصحفي. ما رحناش نتفق مع مع الكورونا الفوزي. لا لا كتقول انت حياتك الجنرال توفيق هربت. تعلم كي تحاور واحد
تطلع لا تطلع تطلع عمر هو السوسه ماشي تتبع فيه. اولا جريده الحدث كانت جريده نقديه ادات موقف هذاك الوقت، ادات موقف من اولا تجاوزات الجنرالات اوكي ولكن ما استمرتش انت خفت وعاودت تراجع في المقالات ديالك. هذه كلمه تاع دراري هذه تاع خفت. الجريده الجزائر جريده الحدث تم منعها. اكم تم منعها واذا واش من عام هذه تم منعها؟ واش من عام؟ ها؟ واش من عام؟ لا انت قول لي فاش انت تقول لي تم منعها. انا قلت لك لا 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 قول لي وقتها طايح حسنين هيكل الجزائر الجزائر نيوز الجزائر نيوز الجزائر الحدث الحدث يعني انت على الاقل روحت طلعت عليها باش تحط لي اسئله. طلعت عليها ولا ما طلعتش عليها؟ انا؟ طلعت عليها ولا ما طلعتش عليها؟ لا ما كانش باين انه كانت جريده يعني فتيه هكا يعني مجهريه. لا 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 برك انا يطلع النيفون تاعك يطلع النيفون تاعك شوف لا لا يطلع المستوى. لا 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 حبس حبس. تبغي كي تتعلم تدخل جسكوبو في النقاشات تتعلم اولا حضر ما تكونش يعني محدود وما تكونش جاهل وتجي تطرح اسئله في انا مش جاهل لا 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 لا, لا أنا جاهل لموضوعك استاذ جاهل جاهل من المواطنين هنالك من المواطنين والقراء جاهل لموضوعك. لا شوف انا راني قاعد اذا طرت الحوار دوك لا لا خاطر لا تتحاور نعطيك تتحاور نعطيك تتحاور مش لكن على الاقل حط اسئله دقيقه. استاذ هنالك من يقول بان حميد العياشي طايح حسنين هيكل الجزائر كيفاش ترد عليهم؟ لا نحميد عياشي لا نحميد عياشي ماشي حسن. ولكن لماذا تنسب البطولات اليك؟ ها؟ ها؟ انت في بعض المقالات نسبت بعض البطولات لك مثلا مثلا الربيع الامازيغي قلت بلي انا كنت حاضر. ها زيد ها زيد وغيرها من الاحداث. يضحكوا عليك الناس اللي يسمعوا يعني اللي يسمعوا اللي تقول كنت حاضر. انا شاركت ولا ليس فقط كنت حاضر في 1980 هنا كانوا نشطاء موجودين الان يعرفوا اذا طالع اقرا وثبت معلوماتك وروح تعط الاسئله. معلوماتي ثابته انا عندي هنا في الورقه. لا لا ماكش ما صح عندكش كنت حاضر انت في موت امزال كنت حاضر في موت امزال كنت حاضر. اسمع لا روح اقرا ادم روح اقرا روح اقرا. يقولوا بلي ما كنتش حاضر انت فقط قلت بلي كنت حاضر. حميد عياشي دوك نقريك. حميد العياشي تفضل تفضل. اول حميد العياشي واش دار؟ اسس فرقة كمال أمزال المسرحية. حبيت تركب الموجة برك يقولوا خلي من اللعبة لا 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 يا تكون عندك مستوى تتكلم وتعلم تفضل تطرح أسئلتك في احترام يعني هذا هو وتكون تعرف تفضل. ما تكونش جاهل وتجي تحط الأسئلة هذا تاع الدراري تاع تعلموا انا ما نقبلوش. عمر هو السوسه ماشي تتبع فيه. قالك تقول انت باللي حميد العياشي لا 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 درك 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 درك. هنالك صحفيه في احدى القنوات الخاصه قالت انا لو كان عندي المواشي لوضعت الراعي هو حميد العياشي. اسمع اسمع اذا كان وصلنا الى هذا المستوى. لا 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 عندك شخصي المدير تاعك حناشي يقول لك هذه قلنا هذه شخصي المدير تاعك حناشي. لا انا قريت هذه انا قريت لا 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 وتدعي ايضا هي الاخرى بانها مرموقه صحفيه. لا 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 شوف قلنا ما نتكلمش على الاسئله تتكلم لي واش هي تكلم دروكا يا لماذا هذا المستوى لماذا هذه المقوله استاذ؟ ما دام انك انت تستصنع الى نفسك لا اسمح لي اسمح لي اسمح لي دروكا لك باغي دير حصه وتتفز وتبغي مثلا تبان ماشي مشكله لكن حضر ما نجلس تفز عمر عادي عادي نقول لك ما تكونش جاهل مانيش جاهل انا حوازيين وكل لا 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 اسئله المواطنين لا لا شوف 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 انا بشرط حاجه يعني اذا تحب المناقشه اطالع اقراني بس اذا كنت لا تقرا وتكون امي لا يمكن انا مانيش عند الاستاذ ولكن كاينه منها ولا ما كانش من هذه المنشطه كتبت عليك ولا لا؟ لا 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 خلينا دوك السؤال الاول ما تخلينيش انا نلعب تاع الدراري لا 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 انت خلي النقاش راقي خلي لا 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 اسمح لي اسمح لي كن راقي اولا كن راقي اولا نجيب معلوماتك تكون دقيقه معلوماتي دقيقه وصحيحه لا 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 انت تتهرب من لا 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 شوف معلوماتك ماشي دقيقه تقول لي انت كمال امزال انا كنت في احدى القنوات الخاصه لا 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 اسمح لي اسمح لي شوف اولا يا اما تكون عندك مستوى تطرح الاسئله روح كما تبغي ما كانش مشكله لكن انك ما تطالعش وتجي تحاورني لا تقول كما لا مازال ما عرفتوش نسبت بطولة يعني انت نسبت لا لا شوف 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 اولا لا 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 شوف شوف اولا تعلم دوك ما كانش بدون تجريح لا 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 لاني متحصل على السنه الثانيه دكتور لا 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 شوف انا لا يمكن ان احاور واحد يكون امي نعم يعني اما تحط الاسئله نتاعك ونلعبوا لقواعد اللعبه لا لا حبس شوف نروحوا فاصل يا اما لا لا خليني من الفاصل يا اما تلعب لعبه يعني اعلاميه حقيقيه نغدو لا تكون دون المستوى ما نضيعش لا تقول يقولوا ماكش عجوز ربك ماكش عجوز تكلمني في هذه الامور ماكش عجوز ماكش تاع الشارع صح الكورونا لا لا اختك معناتها تهربت مقبل لا 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 ما تهربت
عرفت هذا فوزي عادي كيما كان يعرف الاخو الاعلاميين على بالك مع مراك على بالك مع مراك لا راك تقول له كذب كله في كذب ياك تقول له كذب علاش كذب لا لا ياك تقول له هذاك كذب معلوماتك خاطئه ماكش مراجع عندنا ملفات عليك استاذ معمر هو السوسه ماشي يتبع فيه جيب الملفات تاعك جيب لا 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 شو 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 صح لا لا شو خلينا نكونوا واقعيين لا 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 ما راك لا واقعي لا صحافي لا 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 كانت عندك علاقه مع وزيره سابقه كانت عندك علاقه مع وزيره سابقه اي علاقه عرفت كثير من الوزارة كان عندهم علاقة علاقة يعني كانت عشيقتك لا 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 بركان لا لا خالدة تومي وش تمثل لك؟ لا 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 ما اسمح لي اسمح لي لا 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 انت راك هنايا انت كدير في الصحافة الصفراء اوكي وراك دير وهالامور ما نقدروش نهضروا عليها كيف راك؟ لا 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 تعرفش تقول كلمة تعرفش تقول كلمة لا 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 تتكلم تمشي في أخلاقيات واحد اللي راه هنايا تعرفش تقول لا هذا كلام لا تافه لا هذا كلام تافه صح بالنسبة لك يعني تهرب لا 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 دركة 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 انت الان الان شوف انت اولا اولا يعني اذا تعلمت في مدرسة بائسة اعلامية مدرسة جميلة جدا لا 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 مدرسة خلاص اللي طلبتوه راه حاضر معنا اليوم في هذا النقاش الصريح والنقاش الجريء لا لا مش جريء لا اسمح لي اسمح لي اسمح لي لا لا مش نقاش لا لا اسمح لي اسمح لي هذا مش نقاش جريء وهذا يعني سلوك صبياني يعني في هذا المجال وفي كلمات غير اخلاقيه تماما كيتكلم على عاشق ولا كلمه غير اخلاقيه نعم. انا لا يمكن ان اسمح تماما نحو نعم بهذا لا لا ما تقولش نحي نحو في الموقف لا 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 ما تقولش نحي لا 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 احنا تعودنا في الصحافه لا 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 انت تعودت لا لا اسمح لي لا انا ما غاديش لا وقتي معك في هذا الكلام نعم لا من صح يقولوا باللي انه استاذ لا لا خلاص جاي معايا فقط لا يمكن قط. لا يمكن كل جاري لا 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 واجه صح واجه انت اعلامي لا 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 انا نتكلم مع واحد عندها مستوى يا استاذ لا يا استاذ اسمعني برك لا لا ما تسمعني انت اعلامي اسمع لك ما تسمعني لا خاطر مستواك ما راهش معليش انا نخدم مكالمات هاتفيه لا يمكن لا 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 يمكن يا استاذ حميده لا يمكن انت اعلامي اذا انت لست اعلامي لا 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 يمكن انت لست اعلامي لا لا شوف لا لا عندك لا 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 انا باش واحد يكون في مستوى التفاهة خطر الذي يدخل في التفاهة لا ما تقولش يا استاذ لا يا استاذ صريح معايا لا 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 اذا كنت انت اعلامي وما تقبلتش هذا لا 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 مش تقبل لا نتقبل كل مستوى انت الحبيب قلت لي خاطئ تقدر تجاوب لا 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 عندك الحريه وعندك حق الرد قال لك ما تدخليش في حياتي الشخصيه الصحافه تاع الصفراء وهذه الصحافه تاع الدراري لا يمكن ندير معك حصه علاش استاذ لا ما يمكن قال لك ما تحكيليش على العلاقات الشخصيه لا لا راك جاهل انت راك تقول مادام لا راك جاهل وما عندكش مستوى لا عندي مستوى يا تفضل تفضل ما تدخلوش في علاقات الشخصيه علاش تدخلوا في حياتي الشخصيه انت تهربت من لا لا مش تهرب لا لا انت اولا تتعلم اولا انا متعلم عندي سنه ثانيه دكتور انزلوا انزلوا المستوى تاعك باين انت ما تعرفش ماب تقول لي عبد الله ما تعرفش ماب الكتب نعم زيد تاريخ الجزائر الثقافي وغيرها لا 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 واش واش تاريخ الجزائر الثقافي خلينا لا واش يدير تاريخ الجزائر الثقافي تكلم العناوين ما تخرج واش يدير ما تخرجش واش تتكلم على حضاره وثقافه واش تاريخ الجزائر الجزائري طبعا لا لا واش تاريخ خلينا نكونوا كوريك لا 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 ماكش كوريك لا 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 اسمح لي خلينا لا لا انت رديء ولا يمكن ان نقش مع الرديء يا استاذ خلينا لا 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 روح ديرها مع وروح لا لا دكتور بدون ذكر لا 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 انت تتهرب من الاجابه سي بون سي بون سي بون سي بون خلينا نقول لا لا ما تدخلوش في الحياه الشخصيه ما تكملناش الحصه ما تكملناش الحصه على جال ديرنا مشكل ما حناش يا هكذا رديء جدا ديرنا مشكل ما حناش لا لا ديرنا تدخلوا في حياه الشخصيه على جالك لا 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 روح 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 انت تقول عشيقه عيبك شك تهدر صح عيبك شك تهدر في العشيقه لكن تقول عشيقه لا عيبك شك تهدر لكن تقول عشيقه لا عيبك شك تهدر لا لا على حياتي الخاصه ما تقولش تكذب على انا نقول لك شك تكون اروح اروح نقول لك شك تكون اروح نقول لك شك تكون اروح اروح نقول لك شك تكون اروح نقول لك شك تكون ما نضربكش ما نضربكش لا ما نضربكش شخصيتك لا 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 تتعلم لا شوف تتعلم تهدر مع الناس اللي عندها مستوى صح استاذ الناس اللي عندها ما تضربنيش انا الناس 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 احترمني لا لا انت ما احترمتوش في حياته الخاصه مع خليل تومي تعلمتوا انتم المدرسه الاعلاميه تتهجموا على الصحفيين تهجموا على الصحفيين شك خبشتني لا كيفاش شوف شك درت لي بيدك شوف شوف حتى جرحتني لك شوف شوف غادي نقول لك حاجه اخرى اعلامي تهجمت عليا انت ما فهمتهاش كنت بغيت تغدى دير
حصة كاميرا مخفية جنب براسك. مش كاميرا كاشي أستاذ، مش كاميرا كاشي. أنت لم تجيب على الأسئلة يا أستاذ. أنت لم تجيب على الأسئلة. مش كاميرا كاشي، هذه أسئلة كلها صحيحة وأنت تهربت من الإجابة. عمر هو السوسة نشية تدفع فيه. حميدة ما تزعفش، حنا نقولوا لك شاركت معنا في كاميرا كاشي، اسمح لنا بزاف بزاف. من نظرك ما تقبضنا عليك، المستوى كيفاش كان تاع الصحفي؟ المستوى تاع الصحفي ركيك جدا. واش تقدر تقول للمشاهدين حكمناك ولا لا؟ لا كنت صامت شويه. هذيك دوك المشاهدين هما اللي حكموا. صح كنت صامت انا شويه ولا لا؟ لعبت لك شويه على المورال؟ لا ماشي لعبت المورال، تصدق ما بغيتش نضيع الوقت نتاعي ولا المورال نو. مي المستوى تزعفت واش الحاجه اللي قلقتك؟ نقول كيفاش هذا الديكوري نتاع صح هذا الحوار الهادئ هذا ما كان. واش تقدر للمشاهدين في رمضان تقول لهم؟ بون المشاهدين نقول لهم اذا كان الحراك مازال ما حققش كل النتائج نتاعه، الى كل يوم نفطروا برا حتى تحقق المطالب. نعم تقولوا صحه رمضانكم. صحتكم وصحه رمضانكم. صحه رمضانكم وصحه ثورتكم. صح اهدر ولا ما تهدرش في البرنامج تاعنا؟ اهدر ولا ما تهدرش؟ احنا عندنا حريه اهدر. لا 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 هذيك الفو الفو بارلي الفو ليبيا الفو لابد من الكلام ولابد من تحرير الكلام. صافي اهدر. اهدر. اذا المشاهدين الافاضل كان حكمنا الاعلامي الكبير حميد العياشي نقول له اسمح لنا بزاف قلقناك. اذا المشاهدين الكريم شارك معنا في كاميرا كاشي، انا نقول لكم نتلاقاو غدوه مع فيكتيم واحد اخر مع صحة فطوركم وصحة سحوركم وغدوه ان شاء الله. قال خير. عمر هو السوسه نشية تدفع فيه. المستوى تاعك باين، انت ما تعرفش ماب هذا الحروح. انت تقول عشيقه عيبك شك تهدر. راك جاهل وما عندكش مستوى. لا لا عندي مستوى يا استاذ. تفضل تفضل. شوفوا معروفه الناس تحب تشوفه جابوه الاستوديو باش يبيعوا عليه. والله ما تفيقوا لهم ما ميجيبوا جنية. عمر هو السوسة نشية تدفع فيه. هما في زوج ديابة ايه ولعبين هنية. واحد يجيبك هنا والاخر يديك لهيه. ايه وديروا لكم سحورة والله ما تفيقوا بيها. كاميرا مخدومة كاميرا كاشي ايه. ايه وشبه معروفة الناس تحب تشوفها جابوه الاستوديو باش يبيعوا عليه. والله ما تفيقوا لهم ما ميجيبوا جنية. عمر هو السوسة نشية تدفع فيه.